جاءوا يطلبون العلم تلاميذ الثانوية الإعدادية لالا حسنة بمدينة سلا العتيقة، لكن الخصاص في الأطر التعليمية حال بينهم وبين ما جاءوا من أجله. حديث الطلاب وأوليائهم عن الإهمال في العملية التعليمية كان واضحا من ارتساماتهم. تعاني عدة مؤسسات بمدينة سلا من الخصاص في الأساتذة. ولقد التحقنا بمؤسسة لالا حسنة بالمدينة العتيقة والتقينا بأولياء أمور التلاميذ فوضحوا لنا في هذه التصريحات. المادة ديالو الماط تكنو قال لك أنا ما يمكنش لي نقري الماط. واش هو أول عام كيقري؟ لا قرا داك العام الماط. داك العام قرا الماط، هذا العام ما بغاش يقري دار الإضراب وسط القسم. يعني الدراري ما تيقراوش ولا غيبوا، كيقيد لهم الغياب وما كاينش القرايه، كيقول لهم سيروا عند والديكم يقريوكم، انا ما مقريش هذه الماده وسيروا ديروا لي حل. ولكن واش هضرتوا نتوما مع المدير؟ عطينا الشكايه للمدير، عطينا شكايه هذا رئيس الجمعيه الاباء، ودابا عندنا شكايه النيابه، عندنا شكايه القايد، وعندنا شكايه غندوها حتى للوزاره. قال لك المدير قال لك انا ما عندي ما ندير لكم، ما عندي ما ندير لكم. النيابه قال لك الا ما قراش غيتوقف. دابا 15 اليوم وباقي لا باش قالوا لنا هذه الكلمه، ولكن دابا 15 اليوم وباقي على هذا الاساس كيدخل القسم انه ما تيقريش. ولكن دابا الانسان غيبداو بالفروض والدراري ما قارين حتى حصه د الماط. يعني هذا ماشي بلا مشكل اخر، اساتذه ما كاينينش. هذا هو المشكل اللي واقع منه من ابتداء من اول سنه. وحنا هكا حنا ما كنمشيوش لديورنا، انا لحد الان ما كنمشيش لداري، انا هنا داخله قاريه ساعه ما قاريهش ساعه. اساتذه ما كاينينش، كيقول لك اللي في الحج راه غادي ما خصناش نعوضوهم تيجيو، الدراري ضايعين. ولكن حنا ماشي مشكل هادشي، المشكل اللي عندنا هو مول الماط. انا ما يمكنش التلميذ قال لك ماشي في التاسعه باش غتخافوا عليه، يلاه في السابعه، وهذا الولد اللي غيطلع السابعه وكيفاش غيطلع للثالثه الا ما كانش مبازي من السابعه؟ واش فهمتي كيفاش؟ دابا هو يدير لينا حل، ما بغاش يقري خوي القاسم باش نشوفوا يجيبوا لنا استاذ، ماشي هو جالس. دابا لا يعقل ان الاساتذه الدراري ضايعين، دابا شهرين دابا ماده الرياضيات ما كيقراوش ماده الرياضيات نهائيا. النائب قال لك ديروا شكايه وحطوها تسناو، انا ما عندي عندي خصاص في اساتذه. قال لك كاين خصاص في التعليم. دابا دار استاذ ديال التكنولوجيا غيقري ماده الرياضيات، استاذ ديال اضراب داخل القسم قال لك انا ما نقريش ماده الرياضيات لان ماشي مختصاص ديالي انا، وخلاو دابا داخل القسم كيقري ما كيقري ما والو، على اساس ان الدراري كيقراو وما كيقراوش. وليداتنا ضايعين بزاف بزاف، ضايعين ولادنا، ما يمكنش هادشي. هذا الخير اللي غديروا فينا تلاميذ كلشي قاعد كلشي ما كيقراش بزاف، هادشي حشومه سيدي. ما عمرنا ما قرينا فيزيك وحنايا اللي في اولى، ويومين تقريبا طلينا، هادشي ماشي معقول، جيبوا لينا استاذ اللي نمشيو بحالنا. تندخلوا عند الاستاذ كما كيقريناش، قلنا اللي غيب نديروا في الغياب، ولا ما عجبكمش الحال تيبقى يضربنا، وتيجيو الاستاذ ما تيجيو، حنا تندخلوا تنبقاو مريحين تنشوفوا الاستاذ. بغينا حنا الحل الاستاذ، بغينا قرار. هذا شهر وما كيقريناش، انا ما عرفت مالك، يبقاش التليفون كيبقى يلعب صاف، هادشي اللي كيبقى يدير. احنا عندنا نقص، كنعانيو نقص من الاساتذه، التعليم في خطر ومستقبلنا في خطر. صباحوا علينا، اجي جيبوا هذه وجيبوا هذه، في الاخر ما بغاش يقري، تقول لنا انا ماشي استاذ ديالكم، ماشي تدخل تدخلوا تيجلسوا علينا، تيجلسوا كل واحد تيلعب الدماغ. ولي الامر ديال واحد التلميذ كيقري هذا الاستاذ، هذا كيرغم عليهم الحضور، ما كيرغمش على راسو التعليم، يعلمهم ديك الماده. حنا متضامنين معاه، الا كانت عنده مشكله مع الاداره متخصص في واحد الحاجه وراغمين عليه يقري واحد الحاجه، حتى حنايا ما بغيناش ولادنا يقريهم شي واحد غير مؤهل في ديك الماده اللي كاين. بعد هذه التصريحات قررنا تحري الدقه وصحه ما يقولون، فقابلنا مدير المؤسسه والاستاذ المعني بالامر، فكانت تصريحاتهم كالتالي. استاذ في الاصل استاذ ديال ماده التكنولوجيا الصناعيه، وعطاوه يدرس ماده الرياضيات. هو بالنسبه ليه كيقول لك انا ماده الرياضيات ما ماشي تخصص ديالي، ما ندرسهاش. ولكن بالنسبه استاذ، يعني التلاميذ خبرونا بانه السنه الماضيه يعني قرا هذه الماده هذه. فعلا قرا هذه الماده هذه، وهذا العام مع يمكن مجموعه من الزملاء ديالو نفس الماده وفي نفس الوضع، يمكن اتفقوا باش يرفضوا هذا الوضع هذا. هذه مساله حنايا. بالنسبه للغيابات ما كاين عندنا جوج اساتذه اللي في الحج اللي مازال ما التحقوش، كنتظروهم يلتحقوا،
وكاين استاذ ديال ماده علوم الحياه والارض اللي عينوه المؤسسه باش يدرس فيها وما التحقش لحد الان. وشنو الاشكال اللي خلى يعني التاخر ديال عدم الالتحاق؟ واش اشكال اداري ولا اشكال شخصي؟ هذه مساله شخصيه ديالو. انا بالنسبه لي ما التحقش درت له انقطاع عن العمل. انا ما نقدرش نحكم على الانسان اللي ما التحقش. الغايب حجته معاه هو ما جاش، علاش الله اعلم. انا بالنسبه لي ما التحقش درت مسائل اداريه. المشكل اللي واقع هو مشكل كيخص الاساتذه ديال ماده التكنولوجيا الصناعيه والاساتذه ديال المعلوميات. تقريبا سنتين هذه وهما كيكلفوا هاد الاساتذه بتدريس ماده ما تكونوش فيها وماشي بالتخصص ديالهم، وهي ماده الرياضيات. ثانيا كيعطيو تكاليف للاساتذه في مؤسسات بدون طلب منهم، بدون ما يشاركوا في الحركه. ثالثا هاد العمليه ديال التكاليف ديال الرياضيات خلقت مجموعه ديال المشاكل بالنسبه لهاد الاساتذه. اولا ولات عندهم تنقلات تقريبا على صعيد ساله، يعينوا استاذ فين ما بغاو، يعطيو تكليف في القريه، يعطيو تكليف في ساله جديده، يعني اي مؤسسه فيها خصاص ولو في وسط السنه. انا على سبيل المثال يعني خدام في الماده ديالي اللي هي ماده التكنولوجيا الصناعيه، واذا به في وسط السنه يعني في شهر 12 تيعطيوك تكليف باش تقرر الرياضيات وفي اقرب وقت ممكن، يعني الالتحاق بشكل مباشر بلا ما انت ما تخضع لا التكوين لا الاخبار بان راه مثلا من هنا واحد شهرين ولا ثلاث شهور غادي يكلفوك بهذه الماده. جاوا عطاوك تكليف مشي درس الماده ديال الرياضيات. السلبيات ديال هذه العمليه هي السلبيات ديال هذه العمليه، اولا الاساتذه ما بقاش كيجيهم مفتش ديال الماده، يعني ولا كيتحرموا من النقطه ديال التفتيش، لان من الاستاذ ملي كيقري ماده الرياضيات استاذ الرياضيات ما غيعطيش نقطه، وبالتالي استاذ ما غاديش يجي عندنا مفتش ديال الماده ديالو، لان من غيبغي يفتشك خصو يفتشك في الماده ديالك، اذا ما غيجيكش. اذا النقطه ديال التفتيش انت وليتي محروم منها. ملي غتحرم من النقطه ديال التفتيش اذا في المباريات المهنيه ديال الترقيه غتبقى انت ما عندكش نقطه. بالاضافه لهاد العمليات هادو، هاد العام هذا كان واحد التدبير ديال الفائض. في التدبير ديال الفائض الاساتذه اللي فائضين في المواد ديالهم وضافوا عليهم الاساتذه اللي اصلا العاملين يعني ماشي فايضين، دار تدبير الفائض. يعني لي بوست اللي مشاو ليهم الاساتذه عمرو شنو بقاو؟ بحال اللي تنقولوا حنايا بعباره اخرى، بقات الشياطه ديال لي بوست. هذوك لي بوست اللي شاطوا هما اللي عمروا بهم الاساتذه ديال مواد اخرين. اجوا اساتذه ديال ماده التكنولوجيا الصناعيه، اجوا اساتذه ديال ماده ديال المعلوميات، عمروا لينا هاد لي بوست. وما تختارش انت، هما يعطيوك لي بوست اللي بغاو ويعطيوك تكليف سير ليهم بغاو ولا تبغي ولا. بالنسبه شنو الاجراء اللي يمكن تاخذوه نتوما باش ما تضيعوش نتوما ما يضيعش التلميذ؟ الاجراء اللي حنا درنا بيان، هو درنا بيان وترسل للنيابه، هذا ديال الكونفدراليه، ترسل للنيابه. النيابه حاليا راه في حوار مع الاساتذه ديال التكنولوجيا وديال المعلوميات، غيكون واحد اللقاء مع السيد النائب نهار الخميس، وهذا اللقاء هذا غادي يذكروا فيه هاد النقط اللي تحدثنا عليهم، اللي هو التعسف اللي ولا كيلحق الاساتذه ديال التكنولوجيا الصناعيه وديال المعلوميات. وان شاء الله كنتمنوا يكون حل اللي غيرضي الاساتذه وما يخليش التلامذ ضايعين. وكاين استثناء هو ان بعض الاساتذه اللي مقبلين على التقاعد راه ما بقاش عندهم علاقه نهائيا بهاد الماده دي اللي هي ماده الرياضيات، يعني اكثر من 30 سنه هو كيدرس ماده التكنولوجيا الصناعيه. اذا تجي وتعطيه ماده الرياضيات راه ماشي هو ما بغاش، ولكن راه ما بقاش عنده القابليه كليا، لان جلسنا معاهم ابسط التمارين تيقول لك اودي انا ما عرفتش نصايب. هذاك استاذ غادي يمشي يقري تلميذ هو ما عارفش يصاوب تمرين، اش غتقري لهذا التلميذ؟ هذا تمشي تكذب عليه تبقى واقف قد. اذا انا الا ما كنقريش ماشي لان انا ما بغيتش نقري، لان انا راه كنمثل واحد المجموعه ديال الاساتذه. يعني ما
كايناش الكفاءه باش تقري ديك الماده. هذوك الاساتذه ما عندوش الكفاءه، ماشي ما بغاش، راه ما عندوش الكفاءه باش يقرص هذيك يدرس هذيك الماده. اذا داك التلميذ راه كيضيع قدام هذاك الاستاذ. ثانيا داك الاستاذ ولا كيشوف راسو محقور قدام التلاميذ. ملي يجي عنده تلميذ يقول له استاذ هذا راه ما عرفش نخدمه، ولا هو راه ما عارف ليش. اذا انت استاذ وليتي ضعف من التلميذ، وصلنا لهذه الدرجه هذه. انت قدام تلامد استاذ، ولكن في الواقع راه التلميذ احسن منك. هذا الشيء اللي وصلنا ليه. ثانيا مساله يعطيوك ماده اخرى ماشي مشكل، ولكن دير لي تكوين، كونني في هذيك الماده والعيب عليك لرفتها. رفضتها. ثالثا مني انا كتجي وكتحولني لمؤسسه اخرى وتعطيني طابلو سيرفيس في 24 ساعه او 23 ساعه، هاد التكليف هذا شمن امتياز عندي فيه انا؟ تهزني من بلاصه وتحطني بلاصه اخرى وتعطيني طابلو سيرفيس عامر، انا فين غنمشي نحضر؟ فين غادي نمشي نخدم؟ فين غادي نمشي نوجد؟ اذا هاد الخدمه هادي التالين غتبقى غدا هكذا. ثالثا هاد الناس اللي كيديروا التخطيط، واش ما كانوش متوقعين بان السنه المقبله ولا كذا هل العدد اللي خاص من الاساتذه؟ واش هما ما عارفينش هاد الشيء؟ وكل سنه الناس كيخرجوا تقاعد، الناس كيخرجوا بالشواهي الطبيه، كيديروا مغادره طوعيه، كاين اللي دار هذا التقاعد النسبي، كل واحد شنو دار. اذا عام على عام هاد الشيء غادي ينقص، وهما لحد الان راه كاين مواد اللي ما عندهمش اساتذه من غير الرياضيات. راه لحد الان كاينين شي مواد التلاميذ ما كيدرسوهمش، كاينه الفرنسيه، كاينه علوم الحياه والارض، ما كيدرسوش. ما كاينش استاذ ما كاينش. راه على الصعيد ديال الجهه ديال الرباط سلا راه 500 استاذ ديال الخصاص، 500 استاذ. اذا هذا الخصاص هذا خصو حل. من امام الثانوي الاعداديه لاله حسناء بمدينه سلا العتيقه، معكم احمد السالمي، موقع هويا بريس.